نايمة؟ ينعم عليك يا غالي. شو؟ في منه هالجمال بالمصعد؟ So beautiful. نايمان. ينعم عليك. سليمان، شو رأيك هيك قبل ما نروح عند الحاج مرة عند الوالدة ضربة؟ ونطلع فاضي ما ضعك أبيات الشمالنا أم نقبل الفاتحة أو من أدب العربية. Stand up. Stand up. قوم من المزاد. يا ويلي العلوية إذا بتطلع عميلة والله اللي يعمل لك بطل قومي كبير. قولك هيك يا خي سليمان؟ بدك لقت عميلة كبيرة بالمسهل أنت. أنت مش يعني نحن مش لقطينا مع بعض هاي؟ لا أنت اللي لقطها. يعني أنت مش لقطها معي يا خي سليمان. يا عمي أنا محامي ممكن يسألوك سين وجين وضا وأنا بالغنى عنهم لهول. يعني أنا مش بالغنى عنهم يا خي. لحظة وقف هون انسى أنا مش رايح. ستوب هير. أخ يو أوكي؟ ولا ما فيناش نقف معها هيك بالشارع بفكرونا شبكه بالعماله. سليمان انت لقطها معي لهاي وخلصت. يعني نحن لقطناها مع بعض. يعني نحن شو بيعملونا اثنيناتنا بطلان قوميان يا خي؟ ولا فهم ولا انا محامي لاير اي كانت. يا سليمان ما عمري مش شايفك واقف بمحكمه عم تترافع يا خي. يعني اللي بشوفك مشاويرك مقتلي بعضها على قصر العدل بعدين بترافع اونلاين يا حبيبي. سليمان نحن لقطناها مع بعض وخلصت. بتش معي انا اهبل انا يعني اخوت انا خلص يا سليمان. لقطناها بعض تعي. Wait, whoever you mind, shut up. I'm not touching you, not touching with you. But then I have the fashion disorder. I take pills, no sexual sex. يا عم الأجانب نيتهم شو رخيصة واطية. نيتهم رخيصة واطية. أنت نيتك الصافية يا سليمان على أساس هودي الصدورة اللي تبعت لي يوم كل يوم الصبح عم يلعبوا بوجهي شو هن يا هول. لك هاب شوفها على الانستغرام بدعمهم فعل خير يعني. لحظة شوي. هي كيف بدها تروح معنا هيك عند الحاج يا خيي؟ لشو بها؟ شو بها؟ سافرة يا خيي سليمان. أي متى مسافرة؟ يا عمي شو مسافرة؟ ما هلا كنت محامي ودبفاشن ولغة عربية، سافرة مش محجبة يا خي. السلام عليكم يا حجة. السلام عليكم، السلام عليكم. لماذا نحن هنا؟ هل سيعطوننا الإذن؟ كلا، نحن هنا لترتدين اللباس التقليدي عندما تقابلين الحج. Traditional wearing. استغفر الله. شو بها يا خيي؟ شو بها؟ لكن معلمة بالقوة بالمنيحة بدك تتحجب لأنه نحن ما عنا عملاء يمشوا على حال شعرهم نحن هون. إلا إذا كانوا عملاء محليين هذا موضوع تاني مش مهم. But no, I don't want to enter Islam. إمام؟ شو إمام؟ عم تسب الإمام؟ عم تسب الإمام يا حجة تفضلي، عم تسب الإمام يا سليمان؟ مغرو لا مش عم تسب الإمام، عم تقول لا تريد أن تعتنق الإسلام. شوف يا صديقي ما توغوشني، جمالك هذا خليه لك لأنه نحن مش عم نلعب هون. الطياب اللي أنت فيه خليه لبلدك ماشي؟ السكسنس اللي أنت فيها خليها لألك ماشي؟ التضاريس اللي أنت فيها لك شو رأيك تختصبها في هذا المرة مش أريح للدينة؟ معلمة فوت البوس، حجة بدنا هيدا اللي هون ماشي لأنه هديناها نحن، اتكلي على الله. هذا يا حجة بدنا نعذبك. عفوا. أبو حمان شو علوية؟ شو؟ شو يا خيي؟ شو؟ شو صرت مع الحزب؟ لا يا خيي شو صرت مع الحزب؟ لكن شو عم تعمل هون يا خيي أبو حمان؟ لك جيت بدي أخذ إذن تصوير من الحجي سهى. عم تصور فلان؟ ولا ما عم يعطوك؟ هلا عم نتزللن وكذا إلا ما تزبط يعني. لا يا خيي أبو حماد إذا معصل جماعك خيك العلي العلوية بزبط لك إياه. أنا كلمتي مسموعة. خلص إلا ما يزبطوه. ما هو ما بدهم يعطوني إذن لأنه أنا بشوه البيئة وكذا. ومتشوه البيئة يا خيال أبو حمام؟ لا قصدي ناقصة تشويه البيئة يا خيال أبو حمام. قصدي هاي وجوه بعد بتتشوه يا خي. هذا خيك سليمان محامي وابن البيئة وجهه بعد بيتشوه يا خيال أبو حمام. ليش هذا بني آدم هذا يا خيال أبو حمام؟ فهمان عليك أنا بس قصدي أنه أنا ما عم يعطوني تصوير لأنه عم دوي على الفساد اللي بالضاحية عشان هيك. هلا ما انت سد بوزك يا خي ابو حماد كمان يا خي. شو ما عادش في فساد الا بالضاحيه يا خي. ما عادش في احزاب ينحكى الا حزب الله يا خي. مش عم تسمعهم يا خي. وين طلعت لي انت هلا بطلع اعطوني اذن؟ شو باكي علوي؟ ما عم سمعهم يا خي. ما انت عمل لك فيلم عن الانتصارات عن المقاومه صواريخ ما صواريخ بيعطوك اذن يا خي. اي صواريخ؟ شو الضاحيه بس انتصار ومقاومه يا خي. ما في مخدرات ما في فساد ما في مافيات. علوي سؤال، اذا غسيل وسخ شو بتعمل فيه؟ شو بغسله أكتر من هيك؟ شو بنطره لينشف غير يا بهيمة؟ شو بنشره يعني؟ تنشره؟ لا ليه؟
لا 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 ينضف. اه شو هالدعايه الدارسين الحلوه؟ حضرتك الدكتور اللي بيجي بيلبس الروب الابيض بالدعايه؟ يا عمي روب ابيض مين يا خيي؟ لا لا خيي ابو حمام ما بدك الكبيره، وقف شعر بدني يا خيي. ما في انت فاهمان علي يا علوي. شو حمار انت يا خيي ابو حمام؟ شو حمار؟ شو انا ما عارف انه في مخدرات بالضاحيه؟ ما عارف انه في مافيات يا خيي؟ شو هتلي انا ماشي هيك والضاحيه ما عم بفهم شو صاير؟ بس ضروري نحكي عنهم يا خيي، ما بدنا ننشر غسيل. لا بدنا ننشر حتى ينضف يا زلمة. What are you talking about؟ مين هاي يا خيي؟ شو بدك فيها يا خيي؟ بدك الكبيرة؟ ايه روح عند الحركة جيب إذن يا خيي. خلص حركة؟ يا عمي ما الحركة بدهم إذن من الحزب. لا يا سليمان الحركة إذا بتفتل معهم من الرئيس ببي ما بياخدوا إذن يا خيي. خلص روح جيب من عند الحركة يا خيي. I feel that there is something wrong here. What's going on? Tell me. ماذا يحدث هنا؟ شو منها ماريا مرزادس هاي يا خيي؟ ابو حماد احكيني كلمه على جنب يا خيي. شوفي يو ستاي هير دونت توك وي توك شي ات غزا. شوفي شوفي ابو حماد طول لي بالك، بدك الكبيره؟ ايه هي عميله يا خيي. عميله؟ مثل ما عم اقول لك. مين لقطها؟ انا لقطها. شو انت لقطها؟ ما هلا كنت انا وانت وكذا، ما هلا كنت بطل قوم وما ما بلعن امك. بلعن امك؟ ما بلعن امك. بلعن الماما. يا عمي لحظه شوي. شو يا خيي؟ هي عميله عميله؟ ولك ايه. شو عرفك انت؟ انا سالتها. شو قلت لها؟ سألتها قلت لها بتعرفي فلسطين؟ ايه قالت لي ايه. لا وجايبة فريق عمل معها وكاميرات وما كاميرات من دون اذونات، وقال شو قال بدها تصورني لإلي وثائق. تفضل دغري افارطة. قلت عميلي بس بتصدق شعر بدني؟ حبيبي يا ابو لا لا خوخوشني صراحة. على راسي يا خيي. قصدي حمار انت يا علوية؟ لا يا خيي. بهيمي لا. انت؟ لا يا مين ما بيعرف فلسطين والحمار؟ الأوقات ما بيعرف فلسطين. سكر بوزك انت. هلو ام اولسو دايركتور ويتش تلفزيون يو ار؟ يو اس اي تلفزيون. أمريكية ولد الله. Wait, 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 wait. Are you Obama? What? No, I'm not Obama. يا عمي لحظة لحظة شوي. You American you. You American you, you son of a bitch. Oh my God. I'm French. But my mother is American and this is why I have also American passport. لكن أجنبي والله فتنا حيطان. فتنا حيطان أمريكية وفرنسية. أنت قضيت على الحزب. شو خصني أنا؟ أنت قضيت على الحزب. ما خصني أنا. لا متعلي صوتك. وعليكم السلام. عليكم السلام. يو جولز عمو جولز هيم. خليك يا حاج وبسترة اختي عميلة هاي وحياة اختي عميلة. هذا عميلة هذا عميلة وبسترة اختي حبوبك.